مشاهدينا ننقل لحضراتكم هذا النبأ العاجل، حيث يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الإريترية أسمرة في زيارة تأتي تلبية لدعوة من أخيه الرئيس الإريتري، حيث ستتناول الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة.